قدم الصالات، يعني احنا بنكون متابعين للبطوله كوني كمدير فريق لفريق كره قدم الصالات وكون المدرب يحضر في البطوله. طبعا البطوله مثل ما شرح في علي خماسيات، انتم كل حد يلعب خماسيات ولا؟ عارفين نظام الخماسيات ولا؟ نشرح لكم اياها سريع. طبعا الاربع ثواني عارفين لما الكره تطلع اوت ما تلعبها بايدك، تلعبها بريلك، هذا ستاندرد في الصاله دائما بنك الوسط بافيريا الامبراطور راتون والله تقريبا نحاول يا صاحبي، للاسف يعني ان اول مره نفترق انا وهو في فريق وانا في فريق، الدنيا دارت علينا ان شاء الله ما نرجع بالنهايه، ان شاء الله نلاقي في النهايه.